يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلاف بعض أهل السنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في الدنيا، هل هذا يعتبر اختلافا في العقيدة؟ وهل في العقيدة اختلاف؟ لا، العقيدة ليس بها خلاف، وهذا ليس إنكارا لرؤية الله. الذين نفوا أن يكون الرسول رأى ربه ليلة المعراج ليس معناه إنكار الرؤية في الآخرة، وإنما معناه نفي الرؤية في الدنيا. قال لن تراني، هذا في الدنيا، وليس هذا خلاف في الرؤية حتى يكون خلافا في العقيدة، وإنما هو خلاف في مسألة، الصواب والصحيح والذي عليه الأكثر أنه لم يره. نعم. والذين يقولون إن الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج خلاف في العقيدة، نقول لهم كذبتم، ليس هذا خلافا في العقيدة. ليس في العقيدة، ليس من مسائل العقيدة أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. كتب العقائد كلها ما فيها أن تعتقد أن الرسول رأى ربه ليلة المعراج، وإنما هذه مسألة عرضية، مسألة عرضية فقط، هل حصلت أو ما حصلت، فإثباتها أو نفيها ليس من أبواب العقيدة. إنما الكلام والذي من أبواب العقيدة هو رؤية الله في الآخرة، هذا هو الذي من أبواب العقيدة، وهذا لم يختلف فيه ولله الحمد أهل السنة والجماعة. نعم.